خويا بالنسبه لسلمى رشيد خصها تكون على الاقل في الجامع دابا، ورمضان شهر مبارك دابا الحمد لله، الناس كيطلبوا الغفران عند الله سبحانه وتعالى، وهي جايه فاتنا واحد 500 ولا 600 ديال الخلق، راه شي حاجه وحامله فم الكرشه، وبالنسبه ان هي حامله خصها توجه الله سبحانه وتعالى. وبالنسبه لنظرك انت الا داروا من ما نقدرش الناس ما غاديش، انا بالنسبه لي انا نمشي، ولكن انا جاي باش نكون ضد هاد الطلبه نجي، حيت انا اصلا ماشي علاش جيت هنايا على شي، جيت باش نعرف هاد الناس اللي غير تافهين وغادي تابعين غير الحاجه ديال الملاهي، بغيت نعرفهم. هذاك الشيء علاش انا حاولت نستصر معكم. علاش بالضبط جيت هاد البلاصه؟ المول معروف كازا، المول هو معروف، مدينه كامله كازا راه معروف بها المول، باش تخلق وتضحك شويه وتفوش شويه. جا عندي واحد الدري مراكشي، من مراكش جبتو يفوش شويه. عشيري انا تلعب كره القدم، غارديان تنحبس. هاد السيده بيني وبينك دابا اش جايدين؟ وهي اش جايدين هنا؟ السيده حامله وجايه عندنا هنا كتلاها بينا حنا، وسولها سواش فاطره ولا باقا ما فاطراش؟ لا جابوا لي الطلبه نجي، علاش ما نجيش؟ كي دايرين الطلبه اللي غايجيبوا لنا حنا بعدا؟ بغينا نعرفوا كي دايرين الطلبات، الا كانوا طلبه في المستوى والله تنجيو بالرب وحق الله. وين هذه اللي غنات احسن نشيد في العالم، وسمعتي النشيد الوطني اللي كانت قالت لي طيحات عليه الدل، والدل طاحت على هذه البلاد هذه، الله يرحم لكم الوالدين. ولا ما ديروا معنا شي حل، احنا مزوقين. اسمع ود عمي، اسمع ما عرفتش فينا ود عمها. شكرا بزاف. اش غنقول لك اخويا، داك الشيء كل شيء باين، فهمتي؟ بالنسبه
فيه بزاف ديال الفساد، ولات البلاد ولات واحد الظاهره قويه بزاف، ما بقاش داك الشيء اللي كان، فهمتش؟ ولا داك الشيء الفتنه بزاف، فهمتي؟ بالنسبه لنا حنا راه كنا شحال هذه كنا كنشوفوا ناس كيمشيو الجوامع هذه، ولا بحال هذا الشيء دابا بنات. ما كانش الانترنت، متفق معك خويا، ولكن بالنسبه لهذا الشيء اخويا راه الوقت بدات الله يسمح لنا وصافي والله يغفر لنا، هذا الشيء ما كاين اخويا. رمضان مبارك سعيد، والله يدخلوا على الصحه ولا كلش المغاربه كاملين، الله يجعل ربي يسهل على اي مغربي، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يهدي الجميع. وهذا الشيء ما نقولوه، هذا الشيء راه ما خصوش يكون. لعابه العزيزه عليا تاكناوتي، تاكناوتي تاكناوتي وبونو خارج المغرب كاسياس، كان عزيز عليا كاسياس طلبه والبس فوقيه وغنجي عادي. لا لا ما نطلقهاش، جيت باش نفوش شويه باش ما نبقاش في الدار، لابد خصك تخرج تخلق شويات مع صحابك وتفوش شويه، ما تبقاش عاقده، فهمتيني؟ حصريا على موقعنا. هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج. حصريا على موقعنا. هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج. حصريا على موقعنا.
هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.